يهمك يا سعيد يا حبيبي، مصيرها هتتعدل. احمد ربنا يا ابني، مش كفايه ان ابوك مات وسايب لك سمعه زي الجنيه الدهب؟ كان ساب لك الجنيه الدهب ومات بسمعته ياما. انا اللي محيرني موضوع الراجل اللي اسمه ابو سريع ده، ازاي اتنازل عن المحضر بسهوله كده ويخليهم يطلعوني، مع انه يعني لا محتاج منظره ولا شهره ولا حاجه. يمكن قلب حن عليك؟ قلبه ده مقاول ياما، يعني حاطط مكان قلبه شكرتين اسمنت وطن حديد وحته ارض مسقعه. اصبر يا ضنايا، مش يمكن الامور تتغير؟ انت بس ادعي وقول يا رب. ايه ده انت ياما؟ انا مش فاضي. قادر يا كريم تقوم هوجه كده في البلد تعدل الميل وتغير الاحوال، وهو ده كتير على ربنا يا سعيد. شوف ياما، انت من ساعه ما اتفرجت على الجزيره المباشر والبي بي سي وانت اتغيرت وهتودينا في 60 ده. يا سعيد، واحد مستنيك على القهوه تحت اسمه الحاج ابو سريع. ابو سريع؟ جبنا في سيره القط وتعوزني دلوقتي. انا قلت ان انت واد مجدع في بلد وتشتهي كل فين، عشان كده جيت لك هنا عشان نصفي النفوس. وانا يا عم بدات بالخير واتنزلت لك على المحضر. وايه المطلوب مني يا ابو سعيد؟ انت قلت من كابتن خالي انك تعرف الاسماء اللي موجوده في الكشف وراهم صحابي وحبايبك وعيالك. فعلا كلهم صحابي ولاد حتتي. انا عارف، انا عايزك بقى تقنعهم ان كل واحد فيهم ليهم شقه زيك في المحافظه في المشروع اللي المفروض ان انا ابنيه. عايز كل واحد يتنازل عن شقته وياخد الفلوس اللي دفعها وفيها 20 باكل. وهتعمل ايه بالشقه دي كلها؟ هو في شقق من اصله؟ حته الارض دي حامل فيها مشروع استثماري عشان نستثمر ونترزق. لا يا بيه، ما اقدرش اعمل كده. اقعد، الناس بيبص علينا. يا بيه، كل واحد في الكشف اللي معاك ده طلع روحه وباع هدومه عشان يدفع مقدمه شقه يتلم فيها هو وعيلته، وما صدق انها جت. لا يا بيه، ما اقدرش اعمل كده. حتى لو قلت لك انك ليك على كل توكيل تجيبه لي من الناس دي باكو 1000 جنيه، مش كده وبس، هديك شقه كمان في عمارتي في صفت اللبن والعماره الضخمه دي، شقه حلوه هتلم فيها انت والموزه بتاعتك. لا ما اقدرش. راحه، انا مش عايزك ترد دلوقتي، فكر انت والحلوه بتاعتك وبعدين رد عليا. مش عارف انت مثبت التثبيته السوداء دي وبتفكر فيها يا سعيد. الموضوع مش محتاج تفكير يا جدع. والله مع دول صحابي واولاد حتتي، ابيعهم يعني؟ لا عندك حق، ما تبيعش اصحابك. اقول لك على حاجه، ارهنهم. اه، ولما تاخد الشقه فك الرهنيه. ما تقول لي حاجه يا سماح، بقالك ساعه قاعده ساكته يعني. بص يا سعيد، انا صبر عليك لغايه دلوقتي، ماشي لي ورا الست امك وقلنا ماشي، مضيع لي فلوسك على البرنسيسه وفاء وقلنا ما يضرش، يمكن يكبر ويعقل، لكن تبدي مصلحه صحابك على مصلحتنا احنا ومستقبلنا؟ لا، ده انا اللي ما قبلوش ابدا يا سعيد. هي كلمه، يا تمضي العيال دي على الورق، يا اما كل واحد مننا يروح لحاله. ها؟ قلت ايه؟ جدع بتجرى على الله، واللي زعلان البحر مليان بقى. مش هتقدر تغمض عينيك.